أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع صدى البلد في كل مكان. معكم أنغام الجنيني من قلب محافظة سوهاج، بالتحديد من مركز طحطة شمال المحافظة. هنرصد لكم تفاصيل وقعة كانت أحداثها تدور في يوم 13 أكتوبر الماضي. سيدة في العشرينات من العمر دخلت غرفة العمليات في مركز طبي بمركز طحطة لأداء عملية ولادة قيصرية. حدث لها خطأ طبي نجم عنه إنها دخلت في غيبوبة لمدة أسبوع كامل وتعرضت لتشنجات عالية جدا. هيكون معنا النهاردة زوج المجني عليها ونعرف بالتفاصيل ضحية غرفة العمليات اتعرضت لإيه. بنرحب بيك معنا لصدى البلد. أهلا بيك. عرفنا بنفسك. أنا محمود، زوج المريضة اللي حصل معاها الموضوع. طبعا الموضوع ابتدى يوم 13 الماضي، ولكن ابتدى قبل الموضوع إن احنا رحنا نتابع عند أكبر دكتور هنا بمركز ومدينة طحطة شمال محافظة سوهاج. تابعنا شهور وأيام واطمئنا على زوجتي وحالة الجنين، وبالفعل الحمد لله كانت الحالة كويسة جدا لحد آخر يوم الواقعة اللي حصل فيها الموضوع. كانت زي أي واحدة نفسها تفرح، وكلنا كنا نفسنا نفرح أول مولود لينا. دخلنا لإجراء عملية الولادة القيصرية على الموعد المحدد من الدكتور، بعد أن تم الفحوصات والإشاعات والتحاليل واطمأن على زوجتي إنها تستدعي انها جاهزه لدخول غرفه العمليات لاداء العمليه، وكان ما فيش اي مشكله اطلاقا، يعني كانت صحيا جاهزه تماما لاداء العمليه. احنا كمان بلس احنا كنا يعني مجهزين لحاجات السبوع، وناس داخله تفرح، دي ولاده قيصريه مش ولاده طبيعيه، فما فيش فيها اي مشاكل. وكمان الدكتور كان طالب اشاعات وتحاليل كتيره، وكلها كان للاطمئنان على زوجتي وصحه الجنين. فطبعا كان كله الحمد لله رب العالمين، وكله مطمن ان هي ان شاء الله مجرد دقايق وتطمنوا وتفرحوا بالجنين. ربع ساعة وهتخرج من المركز. تمام. رحنا في الوقت اللي حدده الدكتور، وكان بالظبط الساعة 7 في مركز طبي خاص بطحطة. بالفعل دخلت زوجتي من الساعة 7 مساء لحد الساعة 9، مر ساعتين بالظبط وهي داخل غرفة العمليات، ومفيش حد خارج من غرفة العمليات. طبعا القلق زاد علينا، احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل جوه، وان الولادة القيصرية مش بتطول، يعني زي ما حضرتك فاهمة ان ايداي معدودة. خرج الدكتور مذعور، قال لي زوجتك ما استحملتش البنج وحصل لها مضاعفات. طبعا انا كل همي ان زوجتي تكون كويسة. دخلت لقيت زوجتي بتتشنج وفي غيبوبة تامة. سألت الدكتور، قلت له ازاي دكتور النساء، ازاي ايه اللي حصل لها، ازاي ما استحملتش البنج، لازم تقول الحقيقة عشان نعرف نتصرف. الدكتور بالفعل قال الحقيقة، قال انا هقول لك بصراحة عشان ربنا اولا، ثانيا عشان سمعتي، دكتور التخدير ويدعى الحسن اخصائي التخدير بمستشفى طحطة العام، حقنها حقنة غلط في النخاع الشوكي، حقنة مكرون التي سببت تقلطات، وهي حقنة نزيف بديل البنج. تتخيل حضرتك يعني بدل ما يديها حقنة بنج في النخاع الشوكي هو اداها حقنة نزيف. طبعا ده تسبب لتشنجات، تسبب لحاجات كتير، طبعا دخلها في غيبوبه على طول طبعا، وكانت حالتها يعني ربنا ما يوري حد من اي حد في الدنيا. لدكتور لا عنده شفقة ولا رحمة، لدرجة حضرتك ان انا يعني بقول بتكلم مع الممرضات ايه اللي حصل او ايه اللي حصل، بحس ان انا الحق الموقف. قالت هي اول ما شافت الدكتور نفسه اتخضت، زي ما حضراتكم شايفين الدكتور اصلا يعني استأذنك تمام، شكله مخيف، ودكتور سبب لها رعبة احنا مكناش اصلا يعني جوه، ولكن هو نفسيا مش مفهوم. يعني هي بمجرد ما شافت الدكتور بتاع التخدير حبت انها تخرج بره غرفة العمليات بالزبط. وتنهي ده كلام الممرضات العملية اللي جوه. ايه اللي حصل احنا مش عارفين.
يعني قالت انا عايزه، الممرضات كانت بتحكي بتقول انا عايزه زوجي، ولكن الدكتور التخدير للاسف الشديد رفض، وبالاضافه انه ادها يعني هل في ظن او شك تجاه الدكتور ان هو قصد تبديل حقنه التخدير؟ احنا مش يعني احنا ما كناش في نيته، ولكن انا بتهمه بالاهمال الطبي الحاد، لانه هو قصد هو مهمل، فكلا الحالتين وقعت عليه. يعني أكيد. حضرتك دي حقنه غير الحقنه تماما. أكيد. يعني ملهاش علاقه، يعني حتى لو هو مثلا ده حقنه بينج بس ده سنتي زياده كنا قلنا ماشي الموضوع عدى، او حضرتك البينج ده يعني لو سنتي زياده بيفرق، بيدخل ناس غيبوبه. اكيد اكيد. فبالك حضرتك، لكن هو استبدل البنج تماما. بالظبط، لما بالك بقى حد انه يديها حقنه مكرونه. طبعا انا ما كنتش عارف يعني ايه حقنه مكرونه وحقنه النزيف، كل اللي فرق معايا حياه زوجتي. ذهبت من محافظه سوهاج لمحافظه اسيوط، وكل ده ومراتي ما كانتش لسه ولدت، متخيله حضرتك؟ يعني مراتي كان طبعا هم لما خدت الحقنه غلط طبعا حصل لها تشددات، دخلت في غيبوبه، بلس ان الدكتور عشان يدار على عملته اللي حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حسن، اداها حقنه بنج تاني عشان خاطر يدار على عملته ان هي لا ما استحملتش البنج. يعني ده حقنتين. ده حقنتين، حقنه المكرون فطبعا ده دخلها في غيبوبه على طول وحصل لها تشنجات. وراح حقنها حقنه البنج. طبعا حصل الموضوع ده عشان يدار على الدنيا دي ويجيبها في موضوع البنج، اداها حقنه البنج. على مين؟ يعني دكتور النساء والتوليد وطاقم التمريض اعترف عليها تماما، عشان اولا ربنا، وثانيا عشان خاطر يبعدوا الشبهه الجنائيه عليهم. بالفعل توجهنا لمركز لاسيوط. اسيوط دخلنا مستشفى الازهر باسيوط. بس كده ان زوجتي وضعت لك الطفل ده، يعني ولدت بمعنى صح، بس طيب بيه على اقرب حضانه، لان الطفل قاطع الانفاس تماما، يعني نفسه ما فيش. طيب. قلت له طب ومراتي؟ راح قال لي مراتك ما اقدرش اقول لك غير ان انت تدعي لها، لانها للاسف الشديد في غيبوبه وفي حاله تشنج. صح، هم حاولوا ينقذوا الجنين لان هم كده كده ضايعه. لا حاجه يعني قالها لي كده بمنتهى الصراحه، ولكن احنا املنا كان في ربنا كبير وثقتنا في ربنا كبيره طبعا، ونعم بالله وربنا بالدنيا كلها. بالفعل توجهت وديت ابني الحضانه، مش فاهم ايه الدنيا. قعدنا منتظرين ان في اي دكتور يخرج من العنايه يطمنا، كل اي دكتور قال ادعوا لها، والحمد لله رب العالمين بعد اسبوع من التعب والقلق، وان الواحد كان بيموت في الثانيه 1000 مره، خرج الدكتور بفرح، دكتور المعالج في مستشفى الازهر، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لهم جميعا رجال الازهر، خرج فرحان ومبسوط بصف الدكاتره وكلهم فرحانين بيقولوا له الف مبروك انها فايت. يعني كميه الفرحه اللي الواحد شافها في الدكاتره دي، كميه واحده كانت ميته مش واحده، يعني عادت من الموت زي ما بيقولوا ورجعت تاني للحياه. لا هي كانت ميته اساسا وربنا حياها، لان حضرتك اخر هي الموضوع، يعني الموضوع الحقنه الغلط ده اخر مره حصل كان في كفر الشيخ في 2018. سيده برضو حقنها دكتور تخدير في كفر الشيخ، حقنها حقنه مكرون بالغلط برضو، قعدت 15 يوم في الغيبوبه وبعدين اتوفت. ده يعني كانت حصلانه ثلاث حالات، فحالتها ان هي تعود تاني من اللي كانت فيه كان ميؤوس منها. لا هي طبعا انقذت الموقف الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا اتجهنا يعني اتجاه القضائي، ورحت بالفعل لنيابه القحطه الجزئيه، ورفعت دخلت مشكورا لرئيس النيابه وحكيت له الموضوع. استدعى الدكتور الحسن اخصائي تخدير مستشفى تحت العام، ولكن طبعا للاسف الشديد رفض ان هو يروح. استدعى دكتور النساء والتوليد اللي عملنا عنده العمليه، جه مشكورا الدكتور وادلى باقواله ان الدكتور الحسن استاذنك دون ذكر اسماء، قال ان هو
حقن زوجتي بحقن ماكرون بديل الحقن حقن. يعني دكتور النساء والتوليد في اثناء التحقيقات هو اعترف نصا على اللي حصل اثناء العمليه، اعترف على الدكتور الحسن ان هو اللي ادعى حقنه البنك حقنه الماكرون بدل البنك. تمام. بالاضافه ان رئيس النيابه طلب تقرير المستشفى الازهر باسيوط بالحاله وايه اللي حصل بالظبط. تمام. مستشفى الازهر ردت على النيابه ان الدكتور ده تسبب في ان هو حقنها حقنه ماكرون بدل حقنه البنك، ولكن للاسف الشديد احنا تقريبا داخلين في شهر الدكتور للاسف الشديد ما طبطش عليها بدون اي استفاده. طب كمان في واقع حضرتك كنت قلت ان هو ارسل لك شخصا ما يعرض عليك رشوه للتنازل عن القضيه. بالفعل حصل. ممكن تحكي لنا تفاصيل الموقف؟ طبعا يعني تواصلت معايا سيده وليست راجل، قالت لي انا تبع الدكتور الحسن بعرض على حضرتك ان تتنازل عن الموضوع ومقابل مادي 100,000 جنيه لان كده كده الدكتور الحسن احنا استاذنك واعيد على حضرتك بلاش ذكر اسماء. انا بقول لحضرتك ما من فضلك من فضلك دون ذكر اسماء. كده كده الدكتور احنا عرفنا. يعني تواصلت معاك سيده وعرضت عليك الموضوع. وعرضت عليك مبلغ مالي في سبيل انك تتنازل عن القضيه وكمان عشان كده كده يعني زي مثلا ايه ان احنا بالنص كده احنا قريبنا مستشارين وقريبنا نائب محافظ طبعا مش هقول اسمه تمام، بس لو ما طبطش عليه كل الناس دي طبعا هتقل اسمها والمكالمه المسجله طبعا هتروح للنيابه برضه، لان للاسف الشديد الى هذه اللحظه لم الدكتور بيمارس حياته الطبيعيه عادي وما حضرش التحقيقات ولا مبالاه جدا مع العلم حضرتك ان الدكتور النساء والتوليد شهد عليه بطعم الممرضين، بلس ان تقرير المستشفى العام وليست خاصه مستشفى الازهر باسيوط ادت ان الدكتور التخدير حقن زوجتي بحقنه غلط. ليه لحد الان احنا السؤال اللي بنساله لرئيس النيابه المحترم ازاي حضرتك لحد هذه اللحظه لم يتم القبض عليه او لم يتم استدعاءه؟ هو لحد الان استدعوه وما راحش، ولكن للاسف الشديد هو بينزل مستشفى تحت العام بيمارس شغله عادي والدنيا زي الفل ما فيش اي مشاكل. حضرتك بتطالب بايه وبتناشد بايه من خلال صدى البلد؟ انا بطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل في الاهمال الطبي الجسيم اللي بيحصل في محافظة سوهاج ومركز طحطة تحديدا، دكتور مهمل ولم يكن اول وقع عليه. حضرتك حصلت وقع قبل كده للدكتور نفس الدكتور دكتور التخدير، ولكن للاسف الشديد ادى فلوس للناس وتم الطرمخة على الموضوع، لكن انا عايز حقي عايز قصاصي ان دي انسانة ما كملتش 20 سنة الاهمال الطبي حضرتك في اذى حضور ازاي؟ يعني انت متخيله حضرتك يعني مريضه دخلت تولد تخرج ميته بكل بساطه جاي يعرض عليا 100,000 جنيه ويقول لي انا هجيبه مستشار وهجيب الثاني نائب محافظ وانا كده كده هاخد 3 شهور في مستشفى العسكري حتى لو اتحكموا عليا، ولحد هذه اللحظه لم يروح النيابه ولا اتسجن ولا على ذمة التحقيقات ولا اتحقق معاه مع ان كل الشهود ضده. يعني عاوزه ايه اكتر من كده تاني؟ طب خلينا نطمن على حاله المريضه، حالتها وصلت لايه دلوقتي؟ حضرتك الحمد لله رب العالمين، طبعا احنا خرجنا من المستشفى ولكن هي طبعا ماشيه على حقن لمنع بمعنى اصح بمنع كبرى وهي الجلطات، لان حقن الميكرون اللي اخذتها بتسبب جلطات في المخ وفي الجسم وفي دم وفي كل حاجه. احنا بنقول يا ربنا يسترها وبنشكر ربنا ان هو وقف معانا وحصلت الحمد لله. لكن احنا بنطالب برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي القاء النظر بيمارس حياته الطبيعيه. كام حاله الدكتور ده راحت ضحيته وتم التقديم عليها؟ احنا برضه في حاجات ثانيه هنذكرها في النيابه، لكن احنا السؤال اللي بنساله وبنرفع صوتنا من خلالك ومن خلال حضراتكم جميعا ازاي لحد هذه اللحظه الدكتور ما طبطش عليه؟ ازاي؟ هل يعني هو حد فوق القانون؟ يعني الدكتور الحسن فوق القانون؟ فوق الشعب وفوق يعني ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني مش همه حد؟
يعني مشان ما اي حد، اكيد مفيش حد فوق القانون واكيد مفيش حد فوق العداله، وبنثق طبعا في ان شرطه سوهاج وان كمان النيابه العامه هتتسرع بالدخول في الامر وفي استجوابه والتحقيق.